بالعودة إلى ما يرتكبه النظام الإيراني بحق النشطاء المدنيين هناك وما يرتكبه من جرائم رصدت، معنا عبر الهاتف من ستوكهولم الصحفي والناشط السياسي الأحوازي محمد مجيد. أهلا بك سيد محمد. بداية، محكمة في شيراز تحكم بالسجن 30 عاما على 8 من معتقلي التظاهرات بينهم أطفال، كيف تقرأ هذا الحكم على الناشطين والمتظاهرين السلميين في إيران؟ نعم، تحياتي لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. طبعا هذا ليس الحكم الأول ولن يكون الأخير. نعم. الذي يصدر بحق كل من شارك في أي احتجاجات سلمية شهدتها إيران. طبعا الأحكام التي صدرت مؤخرا من قبل محاكم الثورة في إيران لم تكن فقط بمدينة شيراز، كانت في إصفهان والأحواز و أقاليم ومناطق أخرى في إيران. هذه الأحكام طبعا تأتي ضمن حملة ضغط ممنهجة تمارسها السلطات الأمنية والاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني لردع المتظاهرين ولمواجهة الحراك الشعبي ولإجهاض هذا الحراك الشعبي المطلبي الذي شهدته إيران بزخم كبير وبشكل واسع جدا خلال السنوات الماضية. اليوم يعني من يفقد الداخل الإيراني والانتهاكات التي ترتكب داخل السجون الإيرانية يدرك تماما بأن الأجهزة الأمنية والسلطات الإيرانية تعامل بصورة يعني مروعة خلال التحقيقات التي تعملها يعني مع النشطاء ويعني تلفق لهم اتهامات لا اساس لها. على سبيل المثال، جميع الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها ايران خلال الاشهر الماضيه والسنوات الماضيه يتهمون بانهم مرتبطين بجهات خارجيه وجهات اجنبيه. وطبعا الفقر والجوع والبطاله والفساد والقمع الذي تشهده ايران غير مرتبط بالجهات الاجنبيه والجهات الخارجيه. سيد اليوم محمد. نعم. سيد محمد، يعني بعض النشطاء يقولون أن هذه الأحكام تبنى على اعترافات تقع تحت التعذيب، كيف يتم التعامل مع المتظاهرين والمعتقلين في السجون الإيرانية بحسب ما يتوفر لديكم من معلومات؟ تفضل. وفقا للرسائل التي سربت من داخل السجون الإيرانية، بعض المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها إيران صدرت بحقهم حكم الاعدام او يعني احكام سجون ثقيله، يعني 10 سنين او 15 سنه و20 سنه والى اخره. وجهوا رسائل الى رئاسه السلطه القضائيه وذكروا خلال رسائلهم بانه تم انتزاع هذه الاعترافات تحت التعذيب وتحت ظروف قاسيه جدا. ايضا الذين خرجوا من السجون الايرانيه يعني جميعهم خرجوا اما بحالات يعني اعاقات جسديه تعرضوا لي بسبب التعذيب الذي تعرضوا له داخل السجون الايرانيه، وايضا يعانون من حاله نفسيه واضطرابات نفسيه بسبب الظروف التي مرت عليهم داخل السجون الايرانيه. لذلك الاجهزه الامنيه الايرانيه، السلطه القضائيه الايرانيه، الحرس الثوري الايراني يتعاملون مع كل من شارك في هذه الاحتجاجات على انه مرتبط بالخارج لاجهاض هذا الحراك، ولكن يعني ما يثبت بانه هذا الحراك سيستمر هو الحل الامني الذي يستخدم، لان لا يوجد حلول ولا توجد بدائل لدى الحكومه الايرانيه، لدى الدوله الايرانيه، لدى النظام الايراني لتجاوز هذه الازمه الاقتصاديه التي تعاني منها ايران حاليا. بالفعل الشارع الايراني اليوم يعاني من الفقر والبطاله والتهميش والاقصاء، ولكن الازمه الاقتصاديه هي التي يعني المسيطره على الوضع في البلاد، والهتافات التي خرجت ايضا خلال هذه الاحتجاجات تؤكد بانه الشارع الايراني تجاوز وكسر حاجز الخوف، وخلال الاشهر الماضيه يعني بكل تأكيد سنشهد حراك واسع في إيران باعتراف النخب الإيرانية، النخب السياسية الإيرانية، باعتراف سياسيين كبار
في نعم. إيران سيد محمد، يحذرون السلطات الإيرانية من استمرار الوضع الأمني والوضع الاقتصادي الحالي، نعم، بأن هذا الوضع سيؤدي إلى انفجار كبير لا يمكن السيطرة عليه لا من قبل الأجهزة الأمنية ولا قوات مكافحة الشغب ولا الحرس الثوري الإيراني، لأن الوضع داخل إيران وصل إلى مرحلة لا يمكن أن يعني يتجاوز النظام الإيراني إلا من خلال تقديم بدائل حقيقية. نعم. نعم. الآن منظمة العفو الدولية أصدرت تقرير أو أصدرت تقريرها يعني منذ أيام، وجاءت فيه على ذكر أساليب التعذيب التي تمارسها القوات الأمنية في إيران ضد المعتقلين. باعتقادكم سيد محمد، ما هو تأثير مثل هذه التقارير على النظام في إيران؟ النظام الإيراني لا يعير أي اهتمام لأي تقارير تصدر من منظمة العفو الدولية أو الأمم المتحدة أو هيومان رايتس ووتش أو الإدانات التي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي. نعم. صراحة هذا النظام يعني خلال السنوات الماضية خلال العقود الماضية أثبت بأن هذه الإدانات لن تغير من سلوك إيران في التعامل مع المعتقلين والاحتجاجات داخل إيران، ولكن أهمية هذه التقارير هي أن تكشف حقيقة هذا النظام الإيراني للعالم وأيضا خاصة للشعوب العربية الذي يرفع شعار نصرة المستضعفين والمظلومين، بينما لم يرحم حتى الشعب الإيراني نفسه، لم يرحم الإيرانيون أنفسهم. فهذه التقارير بكل تأكيد لن تردع النظام الإيراني، ولكن تكشف للعالم وللشعوب العربية حقيقة هذا النظام والوجه القبيح لنظام ولاية الفقيه في إيران. من ستوكهولم كنت معنا عبر الهاتف الصحفي والنشط السياسي الأحوازي محمد مجيد، شكرا جزيلا لك.